السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي. اليوم لدينا مادة لغتي من خلال الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا لهذا اليوم الوحدة الخامسة مكارم الأخلاق درس الحياء من الله الجزء الثاني. نكمل بقية قصة التاجر والغلام. فأكلها في نهم شديد ماذا أكل؟ أحسنتم، إنها قطعة اللحم. ثم وقف أمام الغلام يهز ذيله ويهمهم بصوت خافت. فقام الغلام وأحضر إذن فأكلها في نهم شديد ثم وقف أمام الغلام يهز ذيله ويهمهم بصوت خافت. إذن يا أبنائي نلاحظ نهم تنوين الكسر، شديد تنوين الكسر، أيضا صوت بصوت تنوين الكسر، خافت تنوين الكسر. إذن فأكلها في نهم شديد ثم وقف أمام الغلام يهز ذيله ويهمهم بصوت خافت. فقام الغلام وأحضر بعض الماء فشرب الكلب ثم مضى. فبقي الغلام بغير طعام. اقترب التاجر منه وسأله: هل الكلب لك؟ إذن نعيد: بعض الماء فشرب الكلب ثم مضى. فبقي الغلام بغير طعام. اقترب التاجر منه وسأله: هل الكلب لك؟ الغلام: لا، إنه ليس لي. التاجر، إذن التاجر يسأل الغلام: التاجر، ولم أعطيته طعامك؟ إذن الغلام: لا، إنه ليس لي. التاجر: ولم أعطيته
طعامك. الغلام: لقد نظر الكلب الجائع إلي. لقد نظر الكلب الجائع إلي وأنا آكل طعامي. لقد نظر الكلب الجائع إلي وأنا آكل طعامي. إذن رد الغلام بقوله: لا، إن الكلب ليس لي، إنه ليس لي. قال التاجر: ولم أعطيته طعامك؟ رد الغلام: لقد نظر الكلب الجائع إلي وأنا آكل طعامي. نكمل القصة يا أبطال. فاستحييت من الله أن ينظر إلي مخلوق جائع. فاستحييت، إذن قال الغلام: فاستحييت من الله أن ينظر إلي مخلوق جائع وعندي طعام ولا أطعمه. قال التاجر: والله إنك الغلام. إذن والله إنك الغلام الذي أبحث عنه. والله إنك الغلام الذي أبحث عنه. فالذي يستحي من الله فيرحم مخلوقا. فالذي يستحي من الله فيرحم مخلوقا لا ينطق. إذن لا ينطق هو إنسان على خلق كريم. إذا نلاحظ يا أبنائي التنوين، تنوين الفاتح مخلوقا، إنسان تنوين الضم، خلق تنوين الكسر، كريم تنوين الكسر. نكمل يا أبطال. إذن والله إنك الغلام الذي ستكون رفيقي في رحلتي هذه. ستكون رفيقي في رحلتي هذه وحارسا أمينا يرعى أهلي وتجارتي في غيابي. استأذن أهلك واصحبني. ستكون رفيقي في رحلتي هذه وحارسا أمينا تنوين الفتح يرعى أهلي وتجارتي في غيابي استأذن أهلك واصحبني. بارك الله فيكم يا أبنائي. إذن لابد أن نتصف بصفة الحياء. انظر إلى هذا الغلام كيف هي صفته. الآن دعونا نأخذ هذا التمرين. إذن ماذا اتصف الغلام به؟ بارك الله فيكم، ممتازين. إذن الجواب: أحسنتم، إنه الحياء. بارك الله فيكم. أيضا دعونا نأخذ هذا التمرين وحولوا الفعل
إلى اسم يدل على المكان، أحول الفعل إلى اسم يدل على المكان ثم أضعه في جملة من إنشائي، أحول الفعل إلى اسم يدل على المكان ثم أضعه في جملة من إنشائي. إذن نلاحظ هذا، الفعل نزل اسم المكان منزل، اسم المكان منزل، الجملة ذهبت إلى منزل جدي، ذهبت إلى منزل جدي، نزل منزل، الجملة ذهبت إلى منزل جدي. أيضا لدينا الفعل جلس والفعل وقف، دعونا نكمل اسم المكان والجملة. إذن جلس مجلس، جلس مجلس، زرت مجلس خالي، الجملة زرت مجلس خالي. ممتازين يا أبطال، بارك الله فيكم. الفعل وقف نحوله إلى اسم المكان، وقف موقف، وقف موقف، نضعه في جملة، حضرت موقف أبي، حضرت موقف أبي. بارك الله فيكم يا أبنائي، ممتازين. ملخص الدرس: الحياء من الله الجزء الثاني، الحياء من الله الجزء الثاني. إذن أكملنا قراءة النص وعرفنا صفات الغلام، أيضا أخذنا الفعل وتم تحويل الفعل إلى اسم المكان. إذن قراءة النص: قصة التاجر والغلام، صفات الغلام، الحياء، الحياء، أما الفعل نزل، نزل، جلس، جلس، وقف، وقف. اسم المكان من نزل منزل، نزل منزل، جلس مجلس، جلس مجلس، وقف موقف، وقف موقف. إذن الحياء من الله، أكملنا قراءة النص، قصة التاجر والغلام، قصة الغلام مع الكلب، أما صفات الغلام فهي الحياء. أيضا لدينا الأفعال: نزل، جلس، وقف. اسم المكان من نزل منزل، جلس مجلس، وقف موقف. إذن يا أبنائي هكذا، وهذا هو درسنا اليوم، الحياء من الله الجزء الثاني. بارك الله فيكم، أحسنتم يا أبنائي، مع السلامة.